منهم؟ مفيش حد؟ نعم مفيش حد. أكيد؟ أيوة بنت ما تقلقيش ما تقلقيش إن شاء الله، بس أنا خايف أبويا يكونوا سرقوا ولا حاجة. إن شاء الله. أهو ولادي. يا لهوي هو اللي عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا. لا يا بنت اسكتي. خايفة؟ ما خايفة من إيه؟ ده رجل أبويا، وبعدين هو عامل لي علامة ها يقول لي فين اتجاه الكنز. ماشي أنا أروح أعرف إيه؟ لا هتعمل إيه لمبي؟ ومصحح هتعطيك بالدماغ. خلاص خش. إيه يا بنت موسى؟ خش خايفة. خش. ايه ده؟ يا بنت استني يعني حوار قد وافره، استني شوية. ايه؟ كنز يا بنت. كنز؟ ايوه السلاسل والمجوهرات والالمازات. ده انا هعيشك في عز في عز يا بنت. ده انا بص هحمك بميه الدهب وهنشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. ايه؟ في حاجه بتشيل الخلية. خايفه يفرقع. يا بنت فرقع ايه ده؟ ايه؟ ايه دي؟ ايه؟ يا بنت في حاجة جوه بنت الشيخ. ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده. اقرا. ايه ده؟ اقرا انت. انت بتستعي عليا ما انت عارف اني ما اعرفش. ده عشان انا بوريك الثقافة. طب اقرا. انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب اقرا. لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه. اعترف ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريف دي؟ هتعرف مكان طريق؟ طريق؟ ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحية المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنزي ولا كنز. في كنز ولا كنز؟ اه. والنبي دي شكل واحدة هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكذاب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح، وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر دلوقتي ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوتي. لو النعمه حنوت. اوعي. حنوتي. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ فضلت صغير يجيب لنا اتنين عتاولة اللي عنده دول ويروح واخدينه لفحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده مفيش اكتر من رجالة عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ انا بعينك مفجحة. عشان رجالة. رجالة انك خلاص بقت مفجحة. انا ايه يعني يا جماعة؟ انت عسل يا نيلة. البنت